السلام عليكم مشاهدي الكرام، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء مستقرة مع درجات حرارة معتدلة أوائل العشرينات لنهار اليوم، وأيضا استمرار رياح الشمالية الغربية معانا سرعتها 12 إلى 38 كيلومتر بالساعة، وأيضا عبور السحب العالية على بعض المناطق أيضا مستمر معانا خلال 24 ساعة القادمة. درجة الحرارة حاليا على مدينة الكويت 23 درجة مئوية، 24 متوقع كأقصى حرارة، وحول 30% الرطوبة النسبية، رؤية أفقية ممتازة 10 كيلومتر، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها 12 كيلومتر بالساعة. أجواء تميل إلى البرودة إلى باردة هذه الليلة، وأيضا استمرار رياح الشمالية الغربية معانا سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة منتصف هذه الليلة فاوتة ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية على المناطق البرية، 17 درجة مئوية متوقعة على مدينة الكويت مع عبور لبعض السحب العالية، ومن 14 إلى 13 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر. وتستمر أيضا معنا الرياح الشمالية والشمالية الغربية صباح الغد مع درجات حرارة منخفضة بوجه عام خاصة على المناطق البرية، من 4 إلى 8 درجات متوقعة على المناطق البرية، و10 درجات متوقعة على مدينة الكويت مع عبور لبعض السحب العالية. تفاوت أيضا درجات الحرارة على السواحل والجزر ما بين 8 إلى 14 درجة مئوية، واستمرار الرياح الشمالية الغربية سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر بالساعة. أجواء معتدلة أيضا لنهار الغد، وأيضا عبور لبعض السحب العالية مستمر معنا. رياح شمالية غربية سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة، ودرجات حرارة منتصف العشرينات بوجه عام على المناطق البرية، تفاوت ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية على السواحل والجزر. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج يبلغ ما بين 2 إلى 5 أقدام. موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:08 دقائق، شروق الشمس الساعة 6:33 دقيقة، وغروب الشمس بمشيئة الله الساعة 4:51 دقيقة. الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام قادمة على مدينة الكويت، استمرار رياح الشمالية الغربية معنا يوم الأثنين سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة، وأيضا بعض السحب العالية تظهر على بعض المناطق، 22 متوقعة لأعلى حرارة، و10 درجات لأدنى حرارة على مدينة الكويت، تكون ما دون 10 درجات على المناطق البرية والمكشوفة، ومتوقع تحول الرياح ابتداء من يوم الثلاثاء إلى رياح جنوبية وجنوبية شرقية سرعتها تراوح ما بين 6 إلى 26 كيلومتر بالساعة، ترتفع فيها نسبة رطوبة أيضا خاصة على السواحل، مع أجواء غائمة جزئيا متوقعة، 22 على حرارة و11 درجة مئوية لأدنى حرارة. استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معانا أيضا خلال 3 أيام القادمة، فرص أيضا لتشكل الضباب متوقع خاصة من صباح يوم الأربعاء. درجات الحرارة أيضا متوقع أنها ترتفع ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية ليوم الجمعة، ومن 13 إلى 15 درجة مئوية لأدنى حرارة. استمرار أيضا الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معنا يوم الخميس والجمعة سرعتها ما بين 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، عودة للزملاء لعناوين النشرة بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.